أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين تنقسم الذنوب ذنوب الإنسان تنقسم إلى ببعض بحسب بعض التقسيمات الى ثلاثه اقسام القسم الاول ذنب مع الله عز وجل القسم الثاني ذنب مع النفس والقسم الثالث ذنب مع الناس اولا ذنب مع الله عز وجل كتارك الصلاة مثلا، تارك الصوم، تارك العبادات، العاصي لله سبحانه وتعالى في العبادات، وبالتالي كل هذه هي معصية لله، حتى القسمين الأخيرين ذنب مع النفس وذنب مع الناس هي معصية لله، ولكن فيما يخص العبادات نتحدث أن تارك العبادات مثلا ومن باب الاشاره بني هلالين بضرب مثال على الصلاه مثلا، تارك الصلاه مثلا قسمين اما ان يترك الصلاه عالما بوجوبها وانكرها تهاونا منه فهذا لا يعد في الشريعه الاسلاميه الا فاسقا. وهناك قسم اخر نوع ثاني من من الذين يتركون الصلاه وهم الذين مسلمون ولكن ينكرون وجوب الصلاه. القسم الاول ما انكر وجوب الصلاه، ولكن تركها تهاونا منه. القسم الثاني انكر وجوب الصلاه. انت كيف مسلم وكيف عم تنكر وجوب الصلاه؟ هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي شوف التسلسل يؤدي الى تكذيب القران لان القران امرنا بالصلاه وبالتالي يؤدي الى تكذيب النبي صلى الله عليه واله وسلم وتكذيب النبي وتكذيب القران هل يبقى الانسان بهذه الحاله مسلم ولا يخرج عن ربقه الاسلام لا يخرج عن ربق عن ربقه الاسلام ما بيكون مسلم يخرج من الاسلام فإذا تارك الصلاة على قسمين اما ان يكون قد علم بوجوبها وتركها تهاونا فهو فاسق واما لا انكر وجوبها فهو كافر وبالتالي هذا معصية مع الله سبحانه وتعالى وهذا الامر هذه العبادات حسابها موكول الى الله سبحانه وتعالى ممكن الله عز وجل يوم القيامه يعني يسامح بحقه مثلا يغفر لهذا العاصي علما الايه الكريمه تقول ما سلككم في صقر قالوا لم نكن من المصلين يعني مش والله انه الله سبحانه وتعالى يعني سيغفر ل ابدا مش عمول هيك وإنما القضية في يد الله سبحانه وتعالى هذا ذنب مع الله الذنب الثاني مع النفس كالمنتحر واحد بينتحر مثلا بيقتل نفسه هذا انتحار هذا ذنب مع النفس شارب الخمر والعياذ بالله ذنب مع النفس الزاني ذنب مع النفس والزاني على قسمين من حيث المبدأ زاني بإرادته وزاني بحكي بالعنوان الأول طبعاً كل الحكي بالعنوان الأول وزاني بغير إرادة كالمغتصب مثلاً مغتصب هذا م... هذا الذي وقع عليه الزنا بالاغتصاب هذا حكمه مش حكم الزاني المختار مثلاً وبالتالي هذا ذنب مع النفس الذنب الثالث ذنب مع الناس والذنب مع الناس هذا اخطر الذنوب اخطر الذنوب، الذنب مع النفس. عندنا بالرواية إنه الله ممكن في بعض الحالات يغفر كل الذنوب، كل الذنوب وبيغفرها إلا حق الناس لا يغفر. وحق الناس حق مادي وحق معنوي. مش بس حق مادي، مادي ومعنوي. المادي، الأموال، الممتلكات، كل شيء له مالية ومادة كذا. هذا اسمه مادي والمعنوي فيما يخص الكرامة كرامة الإنسان يعني من الحقوق المعنوية مثلا أنه أنت تكذب على الناس هذا حق معنوي أنت يجب أن تصدق, أن تصدق مع الناس تغتاب الناس تنمم على الناس تحسد الناس تعمل فتنة مع الناس كل هذه من الحقوق المعنوية كرامة الناس بين إيديك يعني بتكون هذه من الحقوق المعنوية عنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخص حقوق الناس. بيقول الحديث بيقول من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الحياة الدنيا عنا ثلاث ذنوب. ثلاث ذنوب تعجل عقوبتها في الحياة الدنيا. شو هني هول الذنوب؟ أولاً يعني لا لها عقاب في الدنيا ولها عقاب في الاخره ولكن الانسان يعاقب في الدنيا قبل الاخره من هذه الذنوب عقوق الوالدين الاب والام حول الوالدين الوالدين يجب البر بالوالدين يجب البر شو هو البر البر بالوالدين هو الاحسان اليهما مساندة الأبوين أن تحسن إليهما عقوق الوالدين هو الإساءة إليهما أن تسيء إليهما الإحسان إليهما ممكن يكون بقضاء حوائجهما مثلا بكلمة طيبة تفرحهما مثلا بمساندة معينة بأي شيء هذا اسمه بر الإساءة بعكس البر الإساءة والعقوق عقوق الوالدين هو الإساءة عكس الإحسان إذا عقوق الوالدين أن تسيء إلى والديك وهم من باب الشيء بشيء يذكر هناك حقوق وهناك مستحبات هناك محرمات وهناك مكروهات يعني ليس من العقوق مثلا أن تخالف أبويك فيما يخصك. فيما يخصك، فيما يخص اختياراتك أنت مثلاً. والله أني بدي أتزوج فلانة مثلاً، البي معارض أو الأم معارضة، لا هذا ليس من العقوق. أنا بدي أسافر مثلاً حتى أكمل دراستي أو أشتغل أو كذا، كمان وقف الأب، وقفت الأم، هذا ليس من العقوق. هذا ليس من العقوق العقوق الإساءة إليهما في حقوقهما أن تسيء اللفظ أن تسيء الأدب أن تسيء المعاملة أن تسيء النفقة عليهما إذا كانوا بحاجة لنفقة فهذا عقوق الوالدين الإنسان عندما يتزوج يتزوج لحتى يجيب أولاد يخلف ذريه صالحه لان الابناء الصلحاء هم زينه الحياه الدنيا واعز ذخائرها والذ متعها واشواقها بهم يستشعر الاباء العزه والمنعه وامتداد الحياه وطيب الذكر وحسن المكافاه وجزيل الاجر عند الله سبحانه وتعالى فاذا انا عندي نوع من العقوق للوالدين والعياذ والعياذ بالله هذين الابوين اللذين تعبا وجاهدا الام تعبت والاب تعب الام حملتك حيث لا يحمل احد احدا كما يقول الامام زين العابدين في رساله الحقوق ووقتك بجميع جوارحها واطعمتك من ثمره قلبها وسهرة الليالي تربيك وتخدمك حتى صرت شاب كبير مثلا والاب كذلك الأمر تعب وجهد في الحياة حتى يأمن لك لقمة العيش والحياة الكريمة عندما كبر الأب وكبرت الأم تجي أنت تسيء المعاملة هذا له عقاب في الدنيا ما هو العقاب في الدنيا؟ العقاب في الدنيا بأنه يحرم يحرم من العاقبه شو يعني يحرم من العاقبه؟ هذه هذه ليست على نحو انه واحد زائد واحد بيساوي اثنين ابدا وانما يحرم من العاقبه بمعنى انه حدا من نسله يكون عقيم يعقم ما عنده نسل الله سبحانه وتعالى يؤذيه بهذه الخصله ونحن بنعرف انه الزواج كما ذكرت قبل شوي انه تزوجوا واثقلوا الارض بكلمه لا اله الا الله والولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة من سعادة المرء الولد الصالح فإذا أنت حرمت من هذه الخصلة ومن الإنجاب مثلا صار عندك عقم أنت حرمت من هذه من هذا حرمان يعني له هذا عقاب لك على الإساءة لوالديك ثانيا الذنب الثاني الذي تعجل عقوبته في الحياة الدنيا البغي على الناس. يعني بعد عقوق الوالدين ياتي الامر الثاني الا وهو البغي على الناس، شو هو البغي على الناس؟ الاعتداء على الناس. تعتدي على الناس. والاعتداء على الناس عنوان كبير. ممكن تعتدي على زوجتك، ممكن تعتدي على ابنك، ممكن تعتدي على الجيران حواليك ممكن تعتدي الاعتداء هي القوة فاضل القوة فاضل القوة اللي, اللي عندك انت بتستعملها بالخارج المحيط بك مثلا على عمالك على الموظفين عندك مثلا على الخادم في البيت ابغي على الناس في ارزاقهم مثلا وحده مثلا اضرب لك مثال انسان متعلم مثلا صاحب شهادة وصاحب خبره ويستحق هذه الوظيفه ياتي اليك مثلا لكي يتوظف لكي يشتغل فنكران هذه الشهاده وجعل احد اخر ليس بهذا المستوى وانما من اجل الواسطه الدنيويه واحد والله اتصل فيك على الهاتف وقال لك مشي لي امر هذا فلان الثاني مثلا وإنت لأنك ما فيك تزعله لصاحبك أمت أخذت الثاني وتركت الأول صاحب الكفاءة وصاحب الشيء هذا بغي على الناس من أمثلة البغي على الناس مثلا احتكار الرزق عندما تجف مثلا بعض المواد الغذائية في المجتمع وبتشوف الناس بصر يعني تذخر هذه المواد وتمنعها من الناس هذا ايضا من من البغي على الناس هذا البغي على الناس له عقاب في الدنيا شو عقابه بالدنيا عقابه بالدنيا بان يحرم شوف 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 العقاب يحرم من العافيه يحرم من العافيه ويحرم من اللياقة ويحرم من العلم والمعرفة لذلك تلاقي بعض الناس هلا فضل الله الفهم على العلم معهم شهادات علمية ولكن ما عندهم حسن اللياقة ولا عندهم حسن حسن الحياة والتدبير أبدا محرومين من هذه الخصلة فبالتالي هذا هذا عقاب قد يكون عقاب مش على نحو الموجبه الكليه ابدا قد يكون هذا عقابا وقد لا يكون عقابا ولكن من العقابات الخاصة بالبغي على الناس أن هذا الإنسان يحرم من العافية ومن اللياقة ومن العلم يحرم من هذه المسائل الأمر الثالث أو الذنب الثالث اللي هو مبتليين فيه نحن بمجتمعاتنا للأسف اللي هو كفران الاحسان كفران الاحسان هذه من اخطر الذنوب ان تكفر بالاحسان الذي أس... اسدي اليك نحن عندنا بال... بال... بعلم الكلام بعلم العقيده يقول العلماء ان شكر المنعم واجب شكر المنعم واجب فاذا انت اردت ان تشكر المنعم الذي انعم عليك يجب ان تعرفه فاوجب من هذه المقدمه ماذا اوجب وجوب معرفه الله سبحانه وتعالى وجوب معرفه المنعم بدك تعرف المنعم من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق يعني انسان احسن اليك وقف معك في الشده في الأيام الصعبة، في الأيام العصيبة، وقف معك في الشدة والرخاء، في الحزن والفرح، في الشدة والألم. وقف معك. أعطاك من ماله، أعطاك من وقته، أعطاك من علمه، أعطاك من تجربته. أعطاك من 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 حياته، من وقته، أعطاك ومواقف مشرفة ومواقف يعني آه قد تكتب بماء الذهب ولكن للأسف الشديد أنت بمجرد أن أخذت حاجتك من الإنسان انقلبت عليه كفران الإحسان أو أنكرت معروفه وهذه لسان حال الناس قد ما تعمل معن مثلا بيقول لك شو عملت آخر شيء شو عملت أنت ما عملت شيء انت ما انت ما عملت شيء. المفروض ان تاتي اليه، ان تشكره، ان تقدم له الشكر، ان تعبر عن شكرك وامتنانك، لانه كما ذكرت من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، يجب ان تبادله وان تظهر له الموده والاهتمام فانه من النذاله بمكان ان تنكر معروف المحسن. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قاعده قرانيه. اصبحنا في زمن الواحد صار يخاف على نفسه يعني، صار يخاف انه يعني كما يقول امير المؤمنين صلوات الله عليه، اتقي شر من احسنت اليه. صار الواحد يخاف اذا اذا وقف موقف مشرف او موقف منيح مثلا مع الناس انه الناس تنقلب عليه. لذلك هلا بالمجتمعات بمجتمعاتنا وهذه مخالفة للفطرة الإنسانية أصلا بتلاقي بعض قوانين علم النفس مثلا بيقول لك ما تعطي كلك ما تعطي كل شيء ما تعطي مثلا ما يريده الآخر لماذا؟ لأن الفطرة مشوهة لان شوهنا نحن الفطره وربيناها على حب الذات وعلى حب الانانيه يعني شوهنا هذه المفاهيم يا اخي ما بدك ترد الاحسان بالاحسان يعني لا لها ولا عليها خلص ولكن لا ترد الاحسان بالاساءه غريب بعض الناس هذا النوع من الناس موجود موجودين بالمجتمع تراهم في المجتمع صورتهم صورة إنسان ولكن في الحقيقة هم لا يحملون ضمائر ضمير الانس الإنسان ووجدان الإنسان الحقيقي ابدا صورتهم صورة إنسان ولكن قلوبهم قلوب أجلكم الله حيوانات لأنه كفران الإحسان حتى بعض الحيوانات تشكر أصحابها إذا إذا أحسنوا إليها كما يقول الشاعر أعلمه الرماية كل حين، شوف شوف فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الذنوب. وان نكون على قدر المسؤوليه التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا وان نتخلق باخلاق الانبياء والمرسلين والائمه المعصومين عليهم السلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.